معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، مرحبا بك. إذن صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير مطول لها خلصت إلى أن الثقة بين إيران والدول الغربية قد انعدمت تماما، كيف ترى واقع هذا الاستنتاج على الأرض؟ نعم، شكرا جزيلا لهذه الفرصة. أولا، النظام الإيراني هذه الأيام يغازل حكومة بريطانيا بأن تتوسط بينه وبين الولايات المتحدة حتى يجلسوا على طاولة مفاوضات من جديد، لأن النظام الإيراني وبعد بعد العقوبات الشديدة التي أنهكت كاهل النظام ودمرت الاقتصاد الإيراني وصل إلى طريق مسدود. لذلك النظام الإيراني هذه الأيام يريد أن يفاوض أمريكا بشتى الطرق، واستفزازاته في المنطقة وغصنته للسفن وتهديده ب يعني إغلاق مضيق هرمز ليست إلا أوراق للمفاوضات وأوراق يريد أن يراهن بها حتى يكسب الثقة بين النظام وبين الأوروبيين حتى يتوسطوا بينه وبين الولايات المتحدة ليجلسوا على طاولة مفاوضات جديدة وصولا إذا إلى حل وإلى اتفاق يشبه الاتفاق 5+1 المنعقد التي وصلوا إليه في 2015. نعم، طيب إلى أي مدى ترى أن المبادرة الأوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي يمكن أن يقلل من قرصنة إيران بالسفن العابرة بالخليج العربي ومضيق هرمز؟ بالتأكيد، لأن حتى اللحظة عدد من الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وألمانيا من المؤيدين لاتفاق النووي المقرر 2015. لذلك ومن هذا المنطلق الدول الأوروبية تريد أن تحافظ على مصالحها في المنطقة، وبريطانيا هي أيضا إحدى الدول التي لها منفعة ومصلحة في منطقة الخليج العربي وتريد أن تؤمن وتضمن مصلحة سفنها ومصلحة منافعها في الدول الخليجية وحتى في إيران. لذلك إلى حد بعيد الدول الأوروبية تريد أن تجلب الدولتين إيران وأمريكا إلى طاولة المفاوضات، وأنا باعتقادي أن إيران مستمر بهذا النهج حتى يصل إلى اتفاق وإلى مفاوضات جيدة مع الولايات المتحدة. ولكن من الجانب الآخر، الولايات المتحدة لا يريد اتفاقا عاديا واتفاقا يعطي إيران المزيد من الحرية لممارستها المزيد من الاستفزازات والمزيد من الإرهاب في المنطقة، وهم يريدون أن يقطعوا أجنحة إيران ويضعفوا إيران أكثر مما كان عليه، وهذا الشيء ممكن سنراه في الدورة الثانية لحكومة ترامب وليست في قبل 2020. طيب، لكن ألا ترى أن وصول بوريس جونسون إلى حكم بريطانيا يفتح المجال أمام التصعيد ضد إيران؟ حسب آخر تصريح الذي قام به وزير خارجية البريطاني الجديد سيد راب، الحكومة البريطانية لا تقوم بأي فعل ولا تقوم بأي تحرك جديد إلا إذا ما درست الوضع بشكل جيد وإلا إذا ما درست كل الأمور وكل الغايات بشكلها الصحيح، وقتها ستقوم بالرد والتحرك تجاه وضع إيران. وبناء على السياسة البريطانية الشهية والمعروفة، هم يكونوا دائما أصحاب الغاية الأخير وأصحاب الحل والغاية الأخير. هل تعتقد أن سعي أمريكا إلى تكوين تحالف غربي يجعل المشهد أقرب إلى حرب الخليج الثانية على العراق؟ منطقة الخليج العربي لا تتحمل تصعيد أكثر مما هي عليه الآن، لذلك الولايات المتحدة تعرف وتعي جيدا التصعيد. كل ما زاد التصعيد في منطقة الخليج العربي، كل الدول الإقليمية يعني مهددة بالتصعيد. فلذلك تتخطى سيناريو الحرب وتتخطى سيناريو المواجهة المحدودة أو الغير محدودة حتى، وتكتفي بالعقوبات المشددة وتكتفي بالعقوبات السياسية وأخذ إيران إلى الانزواء الأكثر في المنطقة وفي العالم حتى تستطيع أن تكسب المزيد
يعني من المكاسب من الملف الإياني. شكرا جزيلا لك يا عبر اسكاب من اوسلو، الناطق الرسمي لجبهة الحواز الديمقراطية طارق جاسم.